أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج انتباه. مع الأسف تمر البلاد في هذه الفترة بموجة ثالثة من فيروس كورونا، في وقت يؤكد أطباء ومدراء مشافي دمشق أن هذه الذروة تعتبر هي الأخطر من حيث الانتشار والأعراض التي باتت ملاحظة على الأطفال بخلاف الموجتين الأولى والثانية. طبعا بهذه الحلقة مشاهدينا سنتحدث مع الدكتور إبراهيم محمود، اختصاص جراحة عامة وصدرية وأوعية، لحتى نعرف أكثر تفاصيل الكورونا وتفاصيل الذروة الثالثة من فيروس كورونا، وما هي التدابير الاحترازية، وكيف تكون أيضا جاهزية المشافي في محافظة اللاذقية بشكل عام للتصدي ومواجهة هذا الفيروس. يسعد أوقاتك دكتور، وأهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة. يسعد أوقاتكم، صباح الخير. يسعد صباحك دكتور. اليوم طبعا هذا الفيروس عم نشوف هو عم يكون في وتيرة انتشار طبعا سريعة، يعني خلال هذه الفترة الذروة الثالثة، يعني خلينا أكثر نعرف من حضرتك شو يعني الذروة الثالثة لفيروس كورونا اليوم. قبل ما أحكي عن الذروة الثالثة راح أحكي ثلاث كلمات راح أختم فيها الحديث، شو ما سمح لنا الوقت أنه نحكي، بدنا نبدأ بثلاث كلمات وننتهي بثلاث كلمات تماما. نعم تفضل. اللي نحكوا من بداية الجائحة عالميا، نحن طبعا عم نحكي هلا صار جائحة، لأنه في فرق بين الجائحة والوباء إذا نتطرق بالحديث عنهم شوي. صحيح. فموضوع التباعد الاجتماعي بدنا نضل نذكره، موضوع الكمامة، موضوع غسل اليدين، ورح نختم حديثنا بالأخير بناء على معطيات رح نحكيها تماما بهذه الكلمات الثلاث. تمام. فموضوع الذروي، حتى نقول في ذروي معناها صار في عنا المنحنى البياني للإصابات. نحن يعني بالإصابات بيكون عنا دائما منحنى بياني بيطلع، هذا المنحنى البياني بتتعاون عليه كل المساعدات من وسائل التشخيص، المعالجة، وزارة الصحة، التعليم العالي، المواطن، الوقاية، التباعد، كل شيء، حتى الذروي مسطحها، نخليها تمشي بشكل مسطح. إذا ما قدرنا نعمل هذه الذروة تمشي بشكل مسطح، معناها نحن الإجراءات عندنا قاصرة. نعم. ما رح نقول فاشلة، لأنه الفيروس عم يتحور. كلمة عم يتحور اللي بندخل منه للمدخل السؤال، أنه من إمكانية تحور الفيروس أو تطفره أنه يتحول لطفرة جديدة، فهو بيقدر يعطي أعراض جديدة. وبالمعطيات الحديثة عالميا بكل دول الأرض الفيروس المتطفر أو الحديث عم يكون أسرع سراي وانتشار وأصعب أعراض، وما يأخذ المريض بسرعة لأعراض شديدة وللعناية المشددة أحيانا خلال يومين أو ثلاثة. هذا ما كنا نشوفه بالإصابات السابقة. طبعا نحن بالنسبة للمحافظات قد تختلف حاليا كمان بالمحافظة ومحافظة، يمكن اللاذقية بالسنة الماضية يمكن أخذت نصيب كبير، وبالتالي الإصابات اللي انصابت يعني بالمنطق العلمي أنه ما رح تنصاب. هذا من المنطق العلمي، أنه خلال 3 شهور أو 4 شهور على القليل يكون في مناعة للناس اللي انصابت. نعم. هذا لا يمنع. هلا بنحكي عن اللقاح، انه بعد اللقاح ممكن الواحد ينصاب ولا لا ممكن. صحيح. وبعض الاصابه ممكن ولا لا كمان ممكن. وبالتالي نحن موضوع الوقاية دائما بدنا نحطه رقم واحد، حتى ما نوصل للذروات اللي عم نشوفها حاليا، انه عم تكتسح الذروات السابقه من حيث الارتفاع، وعم تعند علينا بناحيه التسطيح المنحنى، حتى نرجع بعد التسطيح نوصل على الخط السليم اللي هو ما في اصابات او قريب من الصفر. نعم. ذكرت دكتور بمحافظة اللاذقية وتختلف من محافظة إلى أخرى، اليوم معدل الإصابات في ظل هذه الذروة كيف عم بيكون دكتور؟ هل ما زال عم بيكون بمعدل مرتفع أو عم بيكون متوسط حسب طبعا بيانات وزارة الصحة؟ يعني أنا قلت بلقاء هون قبل رأس السنة بشهرين، قلت الذروة راح تنزل من رأس السنة حتى 1 شباط، يعني بدنا نوصل لانخفاض واضح وملحوظ. طبعا انا ما ارجع اكيد كلامي، صار هذا الشيء ورجعنا قلنا بشهر شباط الامور ممتازه بمحافظه اللاذقية، لكن للاسف هلا حاليا بشهر اذار كان في اصابات، وبكل المشافي اللي عم نشتغل فيها في نسبه كبيره، وفي نسبه اشغال اسره كبيره، وحتى بالعنايه المشدده، لانه الاعراض اللي عم تجي للاسف عم تكون سريعه. والملاحظ اللي فيها هو الاصابات البطنيه اللي ما كنا نشوفها كثير سابقا، عم يجي المريض باسهال او عم يجي بمراجعه او بالم بالمعده او بالبطن، بنرجع شوي شوي لورا بصوره صدر بشيء من وسائل التشخيص بنلاقي هذه كورونا. نعم. وبالتالي ما كانت سابقا، يعني عم تكون هلا هذه الاعراض اكثر انتشارا. نعم. عالميا كانت الإصابات الهضمية نمر عليها مرور. شو السبب؟ هي سلالة جديدة للفيروس؟ بالتأكيد لازم يكون بتدخل فيها سلالة جديدة. نعم. والسيراي ما تكون أسرع وأصعب. نعم.
يعني عم يكون هيك بشكل عام المعدل. يعني اكيد انتم في حاله خلينا نقول استنفار دائم طبعا من اجل طبعا استقبال اي حاله ممكن توصل للمشافي باصابات متعدده الكورونا او باعراض ايضا متعدده. خلينا نحكي عن جاهزيتكم كمشافي دكتور بمحافظه اللاذقيه، كيف عم تكون الجاهزيه؟ هل عم بيكون الاستيعاب مقبول بالمشافي؟ كيف عم بيكون ايضا جاهزيه اقسام العزل يلي هي عم تكون بخط الدفاع الاول للاصابات؟ نعم، يعني برجع على كلام كمان قلته سابقا، هو انه الكورونا ورجعوا صنفوها عالميا، طبعا هذا الكلام ما لي، لكن لاحظ بالعين يعني بالملاحظه انه نحن الاصابات الكورونا لازم تتقسم لثلاث اقسام. الاصابه الخفيفه اللي ممكن المريض يراجعنا او ما يراجعنا، انا بدي اكد على هذا الجزء مهم بعدين. الاصابه المتوسطه هي المشتركه بين المراكز الطبيه اللي فعلا كبير الشكر لها والتقدير، هلا بنحكي ليش. والاصابه الشديده المريض يعني ما عنده خيار، هو لحاله بيروح على المشفى. هلا حتى نستوعب كل الاعداد الكبيره بعدد اسرى، لا يوجد دوله في الارقام قادره تستوعب كل الناس بالمشافي، لذلك بده يكون المحطه الاولى هي المستوصفات الخارجيه او عيادات الاطباء التخصصيين او الاخصائيين، ليميزوا بين الخطا هلا الشائع ما بين الانفلونزا العاديه وبين الكورونا. هلا كل واحد مرشح بيصير يعني اخوه بالبيت ابقى بيسلم عليه، وعلى التليفون اذا ما عرفيقه بيقولوا لا سلم على التليفون، بيقولوا لا سلم عليه تماما، خوفا من انه نحن الانفلونزا معروفه هي بتصيب الطابق الاعلى من الجسم، بتصيب من هون للاعلى، ما بتنزل على الرئه. فيروس الكورونا مباشرة بيحطها بالبلعوم وبينزل على الرئة وبيعطي أعراض بالرئة كتير كبيرة، ونحن لذلك أنا سميته بأحد المقالات الصغيرة اللي نزلتها على الإنترنت، سميته للفيروس المخادع. وطبعا حطيت وراه المخادعون. المخادعون هلا ما رح احكي شو معنى المخادعون، اما المخادع رح فسرها، لانه بتفسر كل شيء عم يصير هلا بالشارع وما بين الطبيب والمريض، كصوره واقعيه يعني. تماما، المخادع لانه الكورونا ممكن ياتي بعرض واحد من اعراض الانفلونزا، وممكن الا ياتي باي عرض نهائيا. تماما، من الاعراض اللي بنعرفها كلها الصداع والكريب والرشح وسيلان الانف وضيق الصدر والنفس والى اخره، وممكن المريض ما يجي ولا عرض. هلا بيقول واحد كيف ولا عرض؟ بيجي المريض جايب ابوه على العياده، بيقول لي يا دكتور ابوي مصاب وعنده رشح، ما بدي اشوف شو قصته، وانت عندك شيء؟ لا انا بس فقدت حاسه الشم والذوق من 15 يوم بس، ما عنده شيء الا هيك. نعم، احنا اذا رجعنا علميا فقد حاسه الشم والذوق هي اصابه بالكورونا مؤكده. نعم، هلا بيجي بيقول واحد في اصابات ثانيه، بتوع اصابات ثانيه بس بيكون ورم دماغ كبير، صار المريض ما عنده اعراض ثانيه، بيكون في مشاكل بالشم، في اورام بالقحف البلعومه، في بس هذيك مبينه واضحه، بس هذا مريض اجى رشح يوم وفقد حاسه الشم، هذا كورونا مده طويله يعني، هذا كورونا تماما. ولذلك ممكن تكون الاعراض، لك سميته المخادع، ممكن عرض صغير، ممكن يعني في ثلاث كلمات يعني احيانا بيحكيها المريض انا وهو واقف، قل له لا تقعد على الطاوله، فحصوا على الواقف، قل لي انا عندي ضيق نفس على صدري من هون ولفوق بس، ما عندي شيء غير هيك. تمام، هذه علامه يعني تقريبا كانه عم يقول لي تقريبا عندي كورونا، بستثني امراض القلب اكيد. دكتور، هل تصحيح للاعراض؟ خلينا نقول لانه صار في كثير يعني غلط بهيدا الموضوع، انه اليوم كمان شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عم نشوفها كمان بكثره، انه اي حدا اليوم معه انفلونزا او غريب او رشح هو كورونا، يعني حصرا كورونا. خلينا نحكي عن هذا الموضوع. وبالتأكيد لا، لذلك نحن بدنا انا كيف بالتأكيد لا دكتور، يعني كيف نحن هون لازم نوعي او نحكي كورونا بالدليل. هلا في عندنا ادله، دليل انا اصابات الانفلونزا العاديه اللي كانت توصل ل 700 مليون اصابه سنويه في العالم هنا. هذه كلها متضمن العادي بدون كورونا. هذه متضمنه ضمن الكورونا. الكورونا كان يصير سنويا، الكورونا ما هو فيروس حديث، الكورونا عمره من 8000 سنه. 8000 سنه فيروس الكورونا معروف بالطبيعه وموجود، وعمل الجائحات بعدين المشهوره حتى انكشف بال 65، وعمل جائحه الصين بال 2002 والسعودي 2013. مش كان خلال هي طبعا هيدي الاعوام يعني كان بهيدي القوه خلينا نقول او الانتشار الواسع. كان بهذه القوه، لكن كان يصير الجائحه لانه ما كان عندنا الوسائل اللي بدي اسميها ليست العلاجيه حتى الان، لا يوجد وسيله علاجيه حقيقي، انما الوسائل المساعده. حتى كل ما في عندنا اكثر من 20 دواء بنستخدمه، يعد الواحد اي دواء هيك مش من الدواء البسيط من السيتامول للاسترومايسين اللي صار الشارع بيقول لي اخذت الاسترومايسين يعني مباشر عم بيكون نحن ماشيين كلها وسائل مساعده. بس انا بجائحه 2002 ما تنص تماما بالصين، بجائحه 2012 بالسعودي الميرس ما تنص. هلا اذا بدي موت النص بهالاعوام هي بزمان بالطاعون كان موت باحد الجائحات 1330 قبل الميلاد، يمكن موت 60% من سكان الكره الارضيه. صحيح، ما فيني بترك انا هلا يصير هالاحصاء هذا. ولكن اللي بدي اقوله هذا العدد الكبير للانفلونزا في عام 1918 حدث الجائحه كبيره
وقالوا انه وقع حرب بيولوجي او كيماوي ومات 45 مليون. طيب هذول كيف ماتوا؟ هذول انفلونزا كمان، ما كان في كورونا ولا شيء. اذا في جزء من الانفلونزا العاديه متضمنه ضمن الكورونا، اما هلا عم نتهم كل شيء كورونا. هلا كيف بدنا نبين؟ ما في اسهل منها. من ثلاث كلمات هي تشخيص الكورونا، وكمان قلتها سابقا وبعيدها، هي اربع كلمات بسيطه. الكورونا سمعت الطبيب تقريبا ما له دور فيها، خبرت الطبيب تقريبا ما له دور فيها، مهما كان خبير. نعم. هذا بالرئة والتهاب الرئة والتهاب القصبات بكل شيء، مسمع خراخير ومسمع كذا وفي حرارة وفي شيء. نجي على دور البي سي ار اللي هلا عم تعتمد الكرة الأرضية، وأنا هي بدي أحكي الشغلة الوحيدة بشكل شخصي والباقي كله بشكل علمي أكاديمي. شو بقول لأن أنا ماني قاعد بمختبرات وعم حلل وعم ناقش بروفيسوري. نعم. أنا عم بحكي على قدي. البي سي ار بدي اكتشفوه مع الزمن أنه وسيلة خاطئة في تشخيص الكورونا. نعم. ولذلك لانه عم ياخذوا مسحات بطريقه احيانا ما تكون كافيه، خاطئه، ما يوصلوا بشكل مزبوط. يعني مريض عم يعمل وعوع قدام الطبيب بيخاف منه بيرجع ما بيحط الاخذ العين من المكان الصح بالانف. يعني بيكون غير دقيق البي سي ار، خلينا نقول. طبعا في دراسه طلعت واكدت انه 80%، طبعا هذا الرقم هلا بده يسمعوني اطباء اخصائيين وينقدوني، معلش بنرجع بندقق وبنحكي نحن ويا للزملاء. 80% حسب، يعني انت رايك يا دكتور او حسب الاستبيانات اللي عندك موجوده، ارقام مخادعه بنسميها الايجابيه الكاذبة. نعم. ليش؟ لأنه في بقايا وحطام من فيروسات موجودة بالأنف بتكون قاعدة من زمان، ومنعمل بي سي آر وبيطلع هذا الفيروس هو أساس أنه كورونا، وهو جزء من فيروس الكورونا وجزء من الفيروسات الثانية. لأنه فيروس الكورونا ما أجا ولد بالطبيعة لحاله، وهو عبارة عن إرقام مثل أي فيروس ثاني وله أجزاء وله. فهذا الجزء اللي عم يطلع سلبيته الكاذبة أنا عم أعتبره كورونا، وهلا رح اثبتها بالدليل القاطع بالوسيله اللي بعد منها اللي هي الاهم. يعني هو اهم نقطه بدنا نحكيها هي ثلاث كلمات هدول الحقيقه، ممكن او كلمتين على اللقاح بعدين. نعم. الوسيله بالتالي البي سي ار عم يعطي سلبي كاذبي، الليزي بيصدق شوي تماما. شو الاهم اليوم؟ هو صوره الصدر الشعاعي. صور الشعاعية هي خلينا نقول الأدق اليوم. هلا كمان أحد القاعدين بيجي يقول لي هلا بصور ذات القصبات وذات الرئة وذات بتعطيني الصورة الشعاعية. أنا موافق، أنا قلت الصورة الشعاعية توجه ما هو أكثر من 30%. ابدا. قد ايه ممكن نسبه الصوره الشعاعيه اليوم لتعطينا النتيجه؟ ما اكثر من 30. وكثير عليها 30%. وكثير. اذا بدنا نوصل الدقه دكتور، بدنا نوصل السيف اصدق انباء من الكتب. صحيح. بدنا نوصل الطبق المحوري، زعيم الفحوص، زعيم الاستقصاءات، زعيم قوله الحق، الطبق المحوري. بظن الطبق المحوري اذا كان طبيب خبير بيحط له الصوره لبعد شي 30 متر بيقول هذا كورونا، من هون قاعد داخل القاعه بيقول هذا كورونا، بيعرف من خلال طبق لانه الكورونا تقريبا لا تشبه شيء. الله خلقها باشياء كثير هلا بنحكيها ما بتشبه شيء، لا بتشبه بالاعراض بتخادع، ولا بتشبه بالمعطيات العلاجي. ما في مرض الا اكتشفنا له علاج او جراحه، الا هو ما له علاج وانما بنرجع بنقول له مساعدات. بيختار محيط الرئه، بيختار اللي حكوها كثير اكثر من مره ظاهره الزجاج المغشى والى اخره، بيختار مناطق متناسره بالرئه، بيختار الرئه بالجهتين، اذا ما كان اول شيء بالجهتين بيصير بعدين، اذا ما كان بكل الرئه المهم بنظره صغيره بظن بده 30 ثانيه الطبيب الاخصائي بيقول هذا كورونا، يعرف كورونا خلال صوره الطبق المحوري تماما. نعم. فنحن هذا اللي بدنا نرجع نحكيه للفصل للناس اللي ما عم تتوجه الى المراكز الحكوميه. أنا بتمنى عيد وقولة توجهوا إلى المراكز الحكومية وليس إلى عيادة الأطباء، خسرونا نحن معاينات، كان رجاء روحوا إلى المراكز الحكومية. بالعكس هيك أريح لهم دكتور. نعم. المراكز. نعم. الحكومية يعني موجودة الفحوصات اللازمة طبعاً. والموجودة طبعاً. صحيح. بالحد الأدنى أقل مركز أو وحدة طبية بتعملوا صورة الصدر الشعاعية، خدمته ماديا وقدمت التوجه. صحيح. بعتيته إلى مشفى، بالمشفى تقريبا وبدون استثناء مراكزنا الموجوده بالمحافظه وزي المحافظات الثانيه ما انا اقل عم يقدم البي سي ار، اذا مو للعدد الكلي للعدد اللي ممكن يشك فيه اكيد اكيد عم يعملوا البي سي ار. بعدين شكوا بالطبق بالصوره العاديه، الطبق المحوري متوفر للجميع وبدون استثناء. صحيح موجود. ما حدا يقول متوفر الطبق المحوري. انت بتوجه دكتور، انت لازم المواطن يعرف حاله انه انا لازم يعني اعمل طبقي محوري او اعمل صوره شعاعيه. الطبيب اللي بيوجه بناء على الصوره، لا المفروض الطبق المحوري ولا باي حال. هلا صارت موضه بيجي المريض لعنا على العياده، دكتور هاي طبقي لمرتي وهي طبقي لبنتي وهي طبقي لاخوي وهي طبقي لك. الحمد لله طلعوا كل ما فيهم شيء، راح عملها
مكياج ورجع. هذا اللي باقي عندنا بس مرشحين، شو رايك؟ نعم. ويعني هون بنشوفها دائما، بنشوفها كمان عند الطبيب العام. هلا الطبيب العام نحكي عن المعالجات، يعني المعالجات اللي طلعت هي اللي صار كمان سائق التاكسي بيطلع معه بيقول لي دكتور ليك انا اخذت الاسترومايسين ومرشح، سبق فيني باخذ شيء، وممكن هذا قالوا لي فلو فلو تي فلو اخذته، يعني حاصر مضادات انقسام الفيروسات، حاصر الصاد الحيوي اللي ممكن ينعطى. طبعا بيزيد عليها الطبيب العام احيانا من شان ما يبين صغير امام الاخصائي وامام الوحدات الكبيره. نعم. بيعطيه بعدين الكورتيزون وبيعطيه الزنك وبيعطيه الفيتامين دال وبيعطيه الكرس الكامل، العلاج اللي تعودنا عليه. قد يكون المريض يتراوع علاجه من لا شيء، فقدت حاسه الشم وفقدت الذوق وجاي مكيف جايب ابوه على الدكتور ما احتاج شيء، الى واحد اخذ سيتامول وفقط اسبوع ولاقى حاله طال، كان إذا واحد احتاج لكل شيء حكينا، واحتاج لإبر ريميديسفير أو غيرها لحقها 200,000 و300,000. والتناقلات دكتور الشائعات يعني بين الناس، يعني أصبح أي حدا يعني مثل اجتهادات شخصية بالنسبة لأخذ الأدوية، يعني عم بياخذوا لحالهم بدون استشارة الطبيب أو بيعرفوا من خلال كمان مثل ما ذكرنا وسائل التواصل الاجتماعي اليوم كثير عم تلعب دور، أنه إذا حسيت بهذه الأعراض مباشرة بناخذ كذا بناخذ كذا، وعم بيكون يعني بشكل كمان موسع. فمن اللي بيحتاج هيك كورسات خلينا نقول دكتور، يعني بالنسبه لهذا الكورس العلاج الكامل للكورونا لتحديد من اللي بيحتاج الكورس، وبيخفف العبء المادي والعبء الاجتماعي. تماما. انت كمان اذا قاعد انا بالبيت وخايف ماخذ الكورسات ومعتبر حالي معي كورونا، ومريض الكورونا صار مثل المريض يعني في حاله نفسيه دكتور هواس. ايام زمان كنا نخاف، واحد يقول بخاف يقول معه سرطان، هلا لا بيقول معه سرطان ومبسوط. اما معه كورونا معناها في كارثه بالبيت، في كارثه اجتماعي، في تباعد، شنو بيتبعدوا عن الاجتماعي، يعني اذا هو ما بيتبعد انه بيتبعدوا. لذلك المريض حتى ما بيجي على الطبيب اليوم بيخفي الاعراض. يعني انا شفت ملاحظه عجيبه غريبه، يعني بيجي لعند الطبيب بيقول له للطبيب انا عم يجعني ضفري، مستعد يقول له اي شيء الا اعراض الكورونا. لك يا عمي ما عم تسخن؟ سخوني دكتور، عم باخذ سيتامول، شو بدك مسخوني؟ صار عم بيخاف من هذا الموضوع، خوف. عم يوجعك شيء صدرك؟ لا هو في نتفه تعبي على صدري بس انا جاي من شر ركبي، عم يوجعوني ركبي، يعني بضل يتسلسل من ضفره موصل بالاخير يطلع بالكورونا، وهي عامل كل هالاعراض المعروفه انها بتعمل اعراض مفصليه. و يعني لازم يكون صريح معك المريض دكتور، صريح مع اي يعني المريض صريح مع طبيبه لحتى يحدد له ويشخص له الحاله الدقيقه. الا في الكورونا ما بيكون صريح، بدي يحاول بأي طريقة أنه يكون كريب وليس كورونا. بتقول كورونا؟ لا يا دكتور ليك أنا عم سوق السيارة. ليش الرهاب هو بيخاف يعني أنه الحجر مثلا في عندهم رهاب الحجر؟ هلا الحجر كان أول شيء يخوف شوي، لأنه كان يروح المريض بعدين بدي من البيت وبدي من أهله ومن جيران، ولا صارت يعني القصة. عم نشوفها في علاجات منزلية عم بتقول في علاجات يعني منزلية، ونحن بنتمنى تكون علاجات منزلية. وهلا عم نقول إنه نحن إذا بينطى بحبة سيتامول نحن ما عندنا مانع، إذا المرض ما عم يتطور نحن ما عندنا مانع، لأنه الأدوية كلها لم يثبت أي شيء. إذا عددناها بسرعة مشان تكملة الحديث، يعني من اللي حكيناها الأزيترومايسين إلى التيفلو لمضاد انقسام إلى الريميديسفير لحق الأمريكان بالبداية 700-800,000. تماما. هي التكاليف طبعا المكلفة خلينا نقولها بالنسبة لمرضى الكورونا. مين اللي بيحتاجها؟ يعني لأي مرحلة بيوصل المريض لحتى يحتاج لهي التكاليف، أو حتى يحتاج ممكن ربما لعناية مشددة أو دخول المشفى أو علاج يعني خاص، كورسات خاصة فيه؟ كورسات بيتحددها الاعراض يعني ترجعكم. اذا كانت شديده متوسطه او نحن كنا عم نعدد انه في ادويه في ابر حقها 400,000 و500,000. تماما. هي يعني هيك ظروف اقتصاديه صعبه، الملاريا الكلوروكين وغيرها سبت انها بتعمل مشاكل كثير بالقلب وبالاوعيه الدمويه بالشبكيه بالعيون والى اخره. في مركبات ثانيه حطوا لقاح السل ايام زمان، وحطوا مركبات لالتهابات المفاصل معروفه ومشهوره ما بدنا نعددها، وحطوا مركبات من مركبات الطفيليات المعالج فيها الطفيليات، ما تركوا نوع، عم يدرسوا كل شيء الصيني اللي بيستخدم للمفاصل والأشياء تاني وحمى المتوسط، ما تركوا شيء إلا استخدموه. ولكن لم يثبت أي دواء بالدليل القاطع إحصائيا حتى الآن. إذا ما نحط 1,000 مريض هون و1,000 مريض ما عالجناه أنه هذه نتيجته أفضل، ولكن برجع بقول المساعدة. نعم. المساعدات. نعم. كيف المساعدات؟ هون بيجي دور نفصل المرحلة 2. مرحلة 2 هل هي للطبيب ومستوصف والطبيب الخارجي المرحلي، ولا ناخذها على المشفى؟ بالمشفى ببلش نقدر، هون ببلش بقى اذا بدي اعطيه كورتيزون. هلا الصبح كان عم يناقشني احد الاقرباء انه انت حولت امبارح ابويا على المشفى ومعه 300 سكر، ولا اعطوه كورتيزون صار 400. طيب واذا صار 400؟ هلا في بعض الظروف نحن بدنا نعطي الكورتيزون وقت ببلش المريض يحتاج للاكسجين عن طريق الماسك
مرحلة تانية بينزل تحت 8 بده يروح صول على المنفسي بيصير بده. هلا في مراحل بالعكس بنكون سبقنا عليها، نحن ما بقى نستفيد. يعني انا اذا في مركبات احدى الشيء انه نفصل بلازما مريض شفي ونعطيه لمريض، اذا مضي 3 ايام بعد الاصابه ما مستفيد، وهي اغلى انواع الادويه وادق انواع العلاجات وبتعطي نتيجه تقريبا 100%. مريض اجى بالهجمه الحاده يتشخص كورونا خلال 3 ايام، اخذت له من مريض مصاب سابقا فصادي واعطيناه البلازما بيطيب، بتوقف الاعراض 3 ايام وبيطيب تقريبا بشكل مطلق لنسبه كبيره بالسبع ايام بشكل كامل. يعني التوقيت مو المريض بيحطه هلا انا اخذت ابري حقه 300,000 يعني معناها خلاص نزل، يعني ما بقى عليه امام الله شيء ولا امام المجتمع. نعم. لا انت اخذتها للابري بوقت خاطر يعني طبعا ممكن يضرك، والابشع من هيك هو تقدير الابشع بكثير بكثير بالملاحظه وبالمشافي وين مكان متى ندخل صاد حيوي مع هالمضادات الفيروسيه او هالادويه البسيطه هي. يعني اذا اعتبرناها اضبط ما احكي على الابر الريميدسفير الغالي وتوابعه، نعم غالي الثمن. نعم. بيجي المريض بيكون سخن بسوء تقدير من الطبيب او المريض لحاله بيدخل المضادات الحيويه، وهلا هذه عندنا مشكله الرس. يعني الرس صار مشكله، يعني اللي بده يتزوج بيعطوه رس، والمد وما في يقرا بياخذ رس، واللي بيرشح بياخذ رس. فبزل بدخله كانه حاله عامه في الرس الصادات الاقوى اللي نعم. فمكم عايزين تنام انه يحطوها هلا مع المعالجات الحقيقه على مسيل الجسم اذا ما كان محتاجها. في وسائل مخبريه ثانيه نحن ما حكيناها، يعني هو حديث الكورونا بيدخل واحد محل بيطلع محل. صحيح. في وسيله تشخيصيه بالمشفى بايد الطبيب العاقل الواعي اسمها البروكالسيتونين، بيقول أن هذه الإصابة أصبحت الآن ليست فيروسية إنما فيروسية وجاء جرثوم عليها يساعدها، قاعد جرثوم مع الفيروس عم يساعدوا علينا وقت ما ندخل الصاد الحيوي. نعم. والتحليل موجود بالبلد إنه بحالات محددة الصاد الحيوي بحالات محددة بيفصلنا. نعم. تحليل واضح بعمل البروكالسيتون إذا مرتفع الأرقام معينة معروفة دخل معالج سطح، أما كل مريض فورا دخل على المشفى مضادات الفيروسات ومضادات الالتهاب ومضادات إلى آخره هذا علاج خاطئ. ولذلك حالة صحيح. المريض المرحلي على المنفسي قبل المنفسي بعد 3 ايام ما بقى بفيد شيء، بفيد من اول ساعه شيء بعدين ما بفيد بعد اسبوع، هذا بده يحدده الطبيب اكيد. تماما. لذلك يبقى الكورونا عمل الطبيب خاصه بهالايام هاي. نعم يعني يتركوا لاهل الاختصاص مثل ما بيقولوا، ما يكون في ابدا خطا لحتى يحصلوا على النتيجه مثل ما ذكرت، بيرتاحوا ماديا ونفسيا وحتى تماماً. صحيا، لانه احيانا عم يظلم الطبيب بشق من شو اعطانا الدواء وضروا للمريض، هذا سلاح ذو حدين. تمام. قد يكون المرض أثقل من الأدوية اللي أعطاها الطبيب، أو بده يمشي إذا عطى الطبيب وإذا لم يعطيه قضاء وقدر، بده يمشي باتجاه الموت أو العناية المشددة والمنفسي، وهون والله مشي أعطاه دواء الالتهاب موته، لا. نعم. الطبيب عرف يتعامل. الشائعات اللي بتكون دائما وقد يكون أحيانا صح إنه أنا أعطيته ما في داعي له، يعني معلش مش الأماني كل دم الغلط. دكتور مشان يعني ما نوصل لهذه المراحل الخطيرة، مشان ما نوصل أيضا للإصابة بالفيروس، مشان كمان ما تنتقل هذه العدوى، يعني اليوم الوقاية خير من قنطار علاج مثل ما بنعرف. إنه حتى اللقاح نحن نحكي على كلمتين على اللقاح. تماما كلقاح كإجراءات دكتور. نعم. اللقاح خلينا نحكي عنه بما أنك ذكرته دكتور. اللقاح اليوم قد كثير هو مهم وفعلا لازم يكون في لقاح موجود، وهل هاللقاح هو فعلا فعال وممكن يقينا من الإصابة بفيروس كورونا؟ هون بيت القصيد، هذا هو بيت القصيد، أنا بكتب شعر وبعرف فيه بالقصيدة بيكون بيت شعر هو القصيدة كلها. صحيح المعنى. نعم. اللقاح نحن بيسمع كلامي بيقول ما ترك دواء وما في دواء بيفيد ولا في تحليل بيفيد. لا لكن انت عم تحكي بشكل علمي دكتور. نعم. وبشكل صحي وقيع ما رح قول عن شيء من استبيانات ودراسات اكيد ما رح قول عن شيء برأيي ابدا. نعم. الا بعض الملاحظات، انا اذا بيجينا مريض على العيادة بيقول لي عم باخذ سيتامول اسبوع وبيروح وبترجع ومكيف ومبسوط، يعني انا بغمض وهي بدي اقولها برأيي كورونا هلا بهالايام. اذا بيجي واحد وبيقول لي انا تعبان صدري وما بقول له ما فيني شيء دكتور، بس تعبان صدري شوي هون من هون ولا نعم عم حس بتعب، انا بقول بناء على رايي بقول انها كورونا بالبدايه. هذه شو بدنا نرجع على اللقاح. نعم. اللقاح لانه في مشكله باللقاح، انا هلا ما بدي اتطرق لامور لا اكاديمي سياسي وتجاره واقتصاد وفن، هذا ما له علاقه. نعم نحن اكيد بهمنا مثل ما ذكرت بيت القصيد. حتى نعم. ينفهم بالاخير ناخذ لقاح ولا ما ناخذه، هذا اللقاح افضل وهذا اللقاح ما هو افضل، بدي احكي 10 كلمات عن اللقاح. اللقاح حتى يصير في شيء اسمه لقاح علميا وطبيا لازم يكون عمره للقاح بالحدود الدنيا
طبعا حظروني على الفيسبوك هذيك اليوم بسبب هالجمله، قالوا لي حكيت لها الجمله من سنه وطلع حكيك صح، هاي اللقاحات صارت موجوده بالسوق، انت قلت اللقاح بده على الاقل من 5 سنين لـ8. نعم. فانت عم تحكي كلام غير علمي وغير دقيق، طبعا الكلام هذا انا ما جبته من عندي. يعني كان قصدك دكتور من 5 سنين لـ8 انه كتركيبات يعني هلا بنحكي لك كيف طبعا. نعم. هذا الكلام ما لي، هذه لشركات اللقاح العالمي، للكتب الاكاديمي، لكل شيء بيطلع على الفيسبوك متفزير وبيكتب تصنيع اللقاح قديش بده زمان. فانا نعم. انا ما تجاوزت وقلت ان اللقاح بده على الصفر تبعه الحد الادنى 5 سنوات وممكن يمتد لـ8، بده المرحله استكشافي وراح نمر بسرعه كثير انه تنقشف اي جزء من الفيروس بدنا ناخذه، ما هالخلاف العالمي هلا بناخذ الار ان ا اللي هو بقلب الفيروس ولا بناخذ الشوك الموجوده ولا بناخذ البروتين ولا بناخذه كله ولا بناخذه كامل ولا بناخذه مضعف ولا بناخذه ميت ولا بناخذه شو بناخذ؟ نعم شو بالضبط؟ نعم هذا الجزء اسمه الاستكشاف حتى نلاقي جزء يتاخذ ويحقق لنا بعدين الشروط هلا رح نحكيها. نعم. اخر شيء للقاح بنحكيها من هلا، يحقق لي عطى فائده، عطى مناعه، ما عمل مشاكل، سعر اقتصادي، بالدراسه الراجعه ما عندي اشكالات. فحتى مرحلة الاستكشافية، لذلك قالت روسيا فرضا او اللقاح الروسي انا بدي اخذ الفيروس كله، انا ما اقول انه الافضل انا. قالت استرازينيكا وخاصه الفايزر بيونتك الالماني او الموديرن الامريكي قال لا نحن بدنا ناخذ الار ان ا لاول مره في التاريخ بدنا نطلع علماء زياده. نعم. بدنا ناخذ الار ان ا بيعمل الشفره الوراثيه اللي جفه للعالم اللقاح. نعم كل حدا بده ياخذ استكشاف يعني من فهو هذا الجزء هذا حتى ناخذه ونشوف اذا اخذنا الار ان ا لحاله يا ترى بيعمل لنا هالمناعه هي. المرحله الاستكشافيه من 2 إلى 4 سنوات. نعم. تطبيقه على الحيوانات او مسمى المرحله ما قبل السريري بده الحد الادنى 2. نعم. تطبيقه على البشر واخذ بعدين وحطه مع البلاسيبو يعني مع شيء خلبي انه هذا اعطينا 100 واحد لقاح بدون ما يعرف هاي اللقاح، وهذا اعطينا 100 واحد ابري ما بيعرف اذا هاي اللقاح، ما حدا بيعرف منين. ونرجع نعملها دراسه كمان بده 2. نعم. بعدين مرحله الدراسه الراجعه بدها على الاقل 1 سنة، وبعدين يحصل على ترخيص والاف دي اي والتسويق وتبيعوا ياخذوا يبيعوا حتى يحققوا استثمار للمصاري اللي صرفوها، وبعدين يعمموا على الدول الغنيه، وبعدين يبيع مساعدات. نعم. على الدول الفقيره، وبعدين بعدين 2 سنوات. نعم يعني بناء على هالكلام دكتور اللقاحات اليوم هي دراسات سابقه. انا ما بحكي عن اللقاحات، استكشافات سابقه بدي ضل على ضم على يعني خلينا معنا لنعرف انه هذا اللقاح يعني هو يعني حديث الاكتشاف ام هو هذا بناء على نظريه اكيد والدراسه الاكاديميه اللي حضرتك عم بتقول يعني هي اكيد بدها تكون دراسات من سنوات سابقه او قد يكون مثل ما صار بالفايزر ولقحوا فيه والاربع دول من السوق الاوروبي المشتركه وليست من دول جنوب افريقيا، 4 دول وقفت لمده 15 يوم تطبيق اللقاح واحتجت الشركه وصار صراع تجاري واقتصادي وعلمي، طلعوا بالنتيجه يلا خلونا نلقح معلش. نعم. فاذا كان في ايش في اشكال فني حتى وصل. اما انه هل كان اللقاح مصنع سابقا، انا بحكي جملتين هون، جملتين فقط. الرئيس الطبي اذا بدي اسميه للمنظومه الامريكيه فاوتشي قال بعام 1980 سيظهر فيروس لاحقا وبده يصيب جزء كبير من البشر ولا علاج له، وطلع الايدز بال 84. نعم. نفسه قال ب 1915 هو وبيل جيست قال انه يجب ان نستثمر في مجال حاليا غير الاستثمارات الموجوده ويفضل باستثمارات اللقاح لان هناك فيروسات ستظهر في عام 2019 وتكون قاتلة ويفضل أن نصنع لقاحات أو نعمل لقاحات لها أو نتهيأ للقاحات لها من الآن. فهذه تنفيهم كيف ما بدهم يفهموا، هذا كلام لإلهم وفي فيديوهات وحطوا أفلام عليها والناس كلها بتعرفها. اللقاح الفيروس موجود سابقا، شغلات سياسية ما لنا علاقة فيها. الفائدة اليوم المرجوة أكثر مستفيد من وجود حضرتك معنا أكثر، اللقاح اليوم تنصح بأخذ اللقاح؟ أنا بدي خصوصي لأقسام كمان العزل بالمشافي بناء على هالمعطيات يعني بده يعني انا اللقاح بدي اقول لازم ناخده. نعم. هي بالمختصر بالبدايه. هلا بتقولي خلال سنه طيب كيف بتسترجي انت تاخده وانت طبيب وعم تحكي هالحكي وهلا عم بتقول بالاخير اللقاح عم يدرأ مشكله اكبر، يعني اذا انصاب عندي باللقاح 1 بالـ1000 او 2 بالـ1000 احسن ما ينصاب عندي ويموت 30%. نعم. هي من زاويه ممكن يخفف يعني وممكن يساعدنا بشغله شهيره عالميا اسمها مناعه القطيع، اللي بيفهموها كمان انه خطا انه الحيوانات مناعه الحيوان، لا مناعه القطيع انه انا وقت ما فيني بلقح المجتمع كله بخلي الناس تختلط ببعض، المصاب مع غير المصاب، بحقق نسبه اصابه واخذت مناعه، بلقح من يريد التلقيح
ويرغب بالترقيح واللقاح باخده وبتهرب جزء من العالم بسموها الراكب يعني راكب السيارة المتسلق بدون إجراء. نعم. هو لا بيقعد لا بينهض ولا بينهض. لا من هون ولا بس من هون. بتمنع المجتمع بيكون تمنع بنسبة نعم. فالتمنيع منها 75% بيحققها أخذ اللقاح حلا والإصابات الموجودة. نعم. دكتور بالوقت المتبقي يعني نحن دائما لضيق الوقت هو مثل ما ذكرت يعني موضوع الكورونا وموضوع متعدد تماماً. ومتشعب وكثير طبعا الأفكار والمحاور وأيضا طبعا المعلومات الأكاديمية اللي أنت طبعا عم تقدم لنا إياها واللي عم نحكي فيها طبعا ضمن حلقتنا. بالنسبة للأطفال خليني أحكي كمان هاي النقطة اللي كتير مهمة. هو هيدي الذروة أو خلينا نقول السلالة الجديدة من فيروس كورونا على خلاف طبعا الذروتين السابقتين أو السلالات السابقة، هل يصيب الأطفال؟ هل مازال الطفل هو ناقل للعدوى أم أصبح هو مثله مثل أي مصاب يعني؟ هذا فعلا سؤال استراتيجي مهم على صينا. نعم تفضل. لأنه أنا بالبدايات كان في إحصاء صيني وطبعا هتكت الصين بسببه أنه تلت الإصابات موجودة بالأطفال. نعم. وكانت مجلة سويسري نقلت النبأ وأنا كاتبها بالحرف عندي للمعلومات هاي أنه مجلة بوقتها وحاط اسمها. فكان في خلاف أنه الأطفال أنه لا يصابوا. طبعا أغلب 90% من الإصابات الكبار عم يكون الطفل هو عاديون هلا. هي نعم العدوى مثل ما بنعرف. نعم. لكن هلا صار عند الأطفال في إصابات كبيرة والدليل آخر إحصاء أمريكي في أول آذار عندن كان 13% من الإصابات إذا ماني غلطان أطفال. أيوة 13% أطفال وإحصائين مشهورين بأمريكا بواحد آذار و5% من العائلات الأمريكية فقدت قريب. هلا لفت نظري هالرقمين بس كان من جملة الأطفال وقالوا إن نسبة وفيات الأطفال كانت 0.5%، النسبة قليلة ولكن الأعراض اللي عم تجي عند الأطفال وخاصة في السلالات الحديثة عم تكون سريعة، سريعة الوباء، سريعة الاستشراء وسريعة العدوى ولا عم تأثر على الجهاز العصبي المركزي للطفل وعلى الأوعية وعلى غيره وعم تساهم فيما بعد بمرض اسمه مرض ما بعد الكورونا. نعم. مرض ما بعد الكورونا صار هذا مشهور هو التخليط الذهني والتعب والإرهاق وعضلة القلب ممكن تتحتشي بعد شهرين ثلاثة وإلى آخره. فلا الأطفال اللي نسبة إصابة هلا نعم. عطوها التلت. لذلك يرجى الانتباه والحذر سواء كان طفل أو حتى في أعمار يعني أخرى. دكتور بالدقائق المتبقية الأخيرة نصائح من حضرتك، انتباه اليوم على شو الناس لازم تنتبه من إجراءات احترازية، من أيضا قدر الإمكان يلتزموا اليوم لأنه فعلا هو الموضوع مثل ما ذكرنا وحسب طبعا الاستبيانات الموجودة بانتشار بمنحني متصاعد اليوم الناس والإجراءات. تفضل. هو أنا بدي ألخصها بثلاث كلمات اللي حكيتها بالبداية لكن بجال الأطفال بدي أحكي كلمة سريعة. نعم. بس عالميا لاحظوا أنه عم يحكوا بموضوع المدارس أنه نحن اللي بسن 12 وما فوق نرجع للدراسة الاتصال عن بعد بالكمبيوتر وانترنت وغيرها، أما الأطفال مشان ناحية نفسي وناحية التطور الروحي حركة يفضل أنه نبعتين حتى قبل 5 سنوات، لكن عم يعملوا شغلات كتير خيالي أنه متر ونص بين الطفل، الأدوات اللي بيستخدمها ما بيستخدمها رفيقه، المدرسة بدها تغسل كل نص ساعة، إذا صاب واحد بينحجر بالصف كله بيتعطل أسبوعين. ومين مدارسنا اليوم نحن وعندنا اليوم مدارسنا اليوم نحن أكيد وقانا مدارسنا أطفالنا يعني أكيد نحن بنتمنى فعلا تكون هاي الإجراءات عنا وهي التطبيقات عنا وأيضا هاي التقنيات والمنظومة الصحية تكون موجودة عنا اليوم يعني بالمدارسنا وأطفالنا والناس بالشوارع وبالأماكن وبكل مكان. بدينا ثلاث كلمات نرجع على ثلاث كلمات. نعم. وبدينا ببداية الوباء وبدنا ننتهي بنهاية الوباء. طالما الصورة ما عم تجزم والعلاج ما عم يكون كافي واللقاح هسه في خلاف عليه وهسه ما بنعرف نحن بدها دراسه راجعه بده يفيد ولا ما بده يفيد بغض النظر تماما هل هو في نتائج ولا كويس. ايوه ثلاث كلمات الشهيره غسل اليدين الماسك التباعد الاجتماعي وعدم التستر سواء من الاهل او نفسه او الخوف انه يقول انا معي بدايه كورونا او رشح انه يتعالج ما يقدم علاج لحاله بطريقه خاطئه وبعدين بده يوصل اكيد لنا لنتيجه خاطئه حتى على الاقل لو ما مات يعني ما وصل على المنفسيه او العنايه المشدده راح يضل اكثر من شهر يقول انا ما فيني بطلع طابق راح يضل اكثر من شهر يقول انا بمشي بالشارع في تعب كنت امشي 4 كيلو ترصد بمشي 10 متر كنت احكي قصيده كامله او اقرا ساعتين بصوت عالي هلا بقرا سطرين ثلاثه ووقف وهلا ما جرى يعني على القليل نقزم ونحجم نسبة الإصابة
وعدد الاصابات، ونرجع للي حكيناه التسطح. نحن وقت اللي بنمشي على خط البيان سطحناه، بدنا يرجع كمان نرجعه الى الطبيعي، مو بس نسطحه، سطحناه معناها صرنا اثنين عم يشدوا هيك ووصلوا لزمن في سيطره ربما بصير بعد منها. نعم. بدنا نرجع نقول مثل ايام زمان الحصبي والحصبي الالمانيه والنكاف والكزاز والهدول كلهم بعد جزء كبير منهم اخذوا لقاحات، بعض منها اباده ابادي. يعني كلمه اخيره بتاشر لها الموضوع كثير يعني بلقاح الطاعون يعني ولقاحات الجدري اهم. الجدري يعني والطاعون تقريبا لقاحات من 1700. اخر مره حكوا عن الجدري كان بال 77، ما استرجت منظمه الصحه العالميه تقول ما في جدري بالعالم، رغم انه ما بقى فيه، تركوه 3 سنين وقالوا 1980 لقد انتهى الجدري من العالم. واللقاح موجود. نعم. واللقاح نعم. موجود. إذا دكتور في جاهزية، الناس يعني ما تخاف، ما تتستر أبدا عن أي عرض ممكن أنه يصيبها، يعني هي أنت اللي يمكن نحن خلينا نختصر اليوم نصائحك دكتور اللي كانت بأنه عدم التستر على أي عرض، مباشرة استشارة الطبيب، وأيضا الالتزام بغسل اليدين والماسك كما ذكرت وكافي يعني هيدي التدابير هي كافية اليوم، لأنه كل وحدة بتأدي لشيء. وقت اللي بيتستر بيروح على الطبيب، وقت اللي بيغسل بيكون وقع حاله من غيره، وقت اللي بيهدى بالنفس والآخر نعم. لذلك بيكون كافي ووافي. نعم أكيد. نحن بنتشكرك جزيل الشكر دكتور طبعا إبراهيم محمود، حضرتك أخصائي بالجراحة العامة والصدرية والأوعية، بنتشكر كل هاي النصائح اللي قدمت لنا إياها، ويعني فعلا هي مواضيع كبيرة ومتعددة خلينا نقول بفيروس كورونا. إن شاء الله بحلقات قادمة بنتمنى دائما تكون معنا دكتور لحتى تفيدنا أكثر بالمعلومات اللي عند حضرتك وأيضا النصائح اللي بتقدم لنا إياها طبعا ظل هاي الظروف. شكرا كثير لإلك. ألف شكر لكم والصحة لنا وللبلد كله. يعطيكم ألف عافية. شكرا. طبعا مشاهدينا مثل طبعا ما خلينا نقول ملخص لهذه الحلقة، يعني فعلا يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية اليوم لحتى نحمي أنفسنا ونحمي طبعا أطفالنا اللي هن أصبحوا أكثر عرضة أيضا للإصابة. ما حدا يقول يعني أنا ما بنصاب أو طفلي ما بينصاب، كلياتنا عرضة وكلياتنا نحن معرضين للخطر، لهيك يجب الانتباه والحذر. نلقاكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة من انتباه. شكرا للقاء.